هي الوصايا العشر، الوصايا العشر عن كل الاديان موجوده، هي قاسم مشترك مع المسيحيين مع اي من كان، بينما التدين ظاهره فرديه. مثلا للاسف لهلا هن بظنوا انه الباقي هن المسلمين والباقي كفار. اصلاح العقيده انه بني الاسلام على خمسه هي غير صحيحه. راس الاسلام لا اله الا الله، وراس الايمان محمد رسول الله. انت بالصلاه والصوم تبرهن انك من اتباع محمد، اما بالقيم الانسانيه انت من اتباع رب العالمين، انت من اتباع الانسانيه كلها. هي تكون كثير امور واضحه، والقانون الاسلامي قانون مدني بحت. القانون المدني هو القوة، الاسلام هو القانون المدني. اعطيك شو اعطيك المصحف، لا لك شو اعطيك لحتى اقول لك كل اهل الارض متبعته. اولا شو في بالمصحف تشريعات؟ التشريع الاول نقل الثروه من جيل لجيل، هذا موجود الى اليوم ولا لا؟ موجود. نعم. اعطاك المصحف احتمالين، شوف دائما احتمالات بعضي. الاحتمال الاول الوصيه، انك انت توزيع مالك. اذا ما بدك وصيه في ارث، هي الاحتمال الثاني. احتمالين اعطيك. اثنين اعطيك احتمال العقوبات، اعطيك السجن واعطيك عقوبه واحده هي الاعدام كحد اعلى. كل اهل الارض شيء عندهم موجود، كل اهل الارض تنقل، معظم اهل الارض بالوصيه بينقلوا الثروه، معظم اهل الارض. هي تنتين. العلاقه الاسره ما بتنتهي، اعطاك احتمالين، اعطاك ميثاق الزوجيه مثل الزواج الكنسي، واعطاك ملك اليمين هل هو عقد مدني. اعطاك احتمالين، زواج كنسي وعقد مدني، اعطاك الاحتمال اللي انت بدك اياه، نفس الشيء، واعطاك الحرب والسلم، قال لك الحرب طارئه والسلم، الحرب كتب عليكم القتال والسلم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، اعطيك كل احتمالات الحياه اللي بيقابلوها، ظواهر الحياه اللي موجوده خلال التاريخ. نعم. نقل الثروه، الاسره، الاسس، اعطيك المحرمات واعطيك اسس العقوبات. نعم. بس ما اعطيك غير هذول، وكل اهل الارض هيك، يعني هو قانون مدني. نعم. طيب وما عدا ذلك انت حر في تنظيم صحيح. الحلال، النبي طيب. كان ينظم الحلال عزيز. النبي كان ينظم الحلال. اي نعم.